ذكر أبو بكر محمد ابن الوليد الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع أن تميم الداري رضي الله عنه قال لعمر: ائذن لي أن أقص. فقال له: لا، اذهب، فإنما قلت هذا من أجل أن يقال هذا تميم الداري فاعرفوني. لما؟ لأن القصص هي أسرع ما يظهر ابن آدم كما سيأتي معنا من آثار بإذن الله عز وجل.